إلى كل أحباء وتلاميذ الأستاذ الدكتور محسن شفيق أستاذ القانون التجاري، وكان لي الشرف أن أكون واحدا منهم، أهدي هذه الكلمات التي ألقيتها في محاضرة نهاية العام الدراسي بالنيابة عن كل طلاب الفرقة الثالثة لدفعة 1966. احتفال بمحاضرة الختام لأستاذنا الفاضل الدكتور محسن شفيق أستاذ القانون التجاري. فراق عزيز صعب وغالي، وانت عزيز والله علينا، يا قمة فوق أوي في العالي، فراق والدنا على عنينا. بكرة هتوحشنا محاضراتك، وقلتك لينا يا سي محمد، تدي العلم معاه قفشاتك والإفلاس لو كان متعمد. بدون مبالغة ولا مجاملة، خلتنا بنحب القانون، محاضرتك دسمة وكاملة، ضحك وعلم بالقانون. نقعد نعد أربعة واتنين بشوق تمام زي الأعياد، زي الهوا بيمر يا عين، كأننا هايمين في رياض. حي ولد حنون شفيق معايا، حي محسن شفيق بالنيابة عن طلاب السنة الثالثة لدفعة 1966 دكتور حسين أنديل. طبعا ما كنتش أيامها دكتور ولا حاجة.